المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن. أستاذ أحمد مساء الخير يا فندم. باشمهندس أحمد مساء الخير يا فندم. أستاذ عزة أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلا بيك أهلا بيك باشمهندس أحمد. 2017 أصدر سيادة الرئيس القرار بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بالفعل عينت عدد كبير من شباب الأحزاب والبرنامج الرئاسي اتعينوا ما بين نواب محافظين في إطار خطة لتمكين الشباب. شايف اللي حصل للشباب وشايف مؤتمرات الشباب، كانوا بالفعل الشباب في حاجة ليها اللي حصلت خلال فترة تولي سيادة الرئيس في الست سنوات دول؟ طبعا يعني خلينا نقول ان طبعا منذ تولي الرئيس السيسي الفترة الرئاسية الاولى 2014 وهو يؤكد دايما على اهتمامه بملف الشباب وملف تمكين الشباب، وبنقول ان هذا الكلام وان هذه التصريحات تحولت ونقول اول مره من عقود من مجرد تصريحات الى واقع. نعم. شفنا طبعا من تسميه عام 2016 بعام الشباب. نعم. شفنا حجم الميزانيه اللي كانت موجوده لدعم مراكز الشباب. الشباب رياضيا وثقافيا وفنيا وعلميا، شفنا ازاي دعم المبتكرين، شفنا مسابقات البرمجات اللي حصلت. صحيح. وشفنا في ختام عام 2016 اطلاق فكره مؤتمرات الشباب، كان اول مؤتمر وطني للشباب في مدينه شرم الشيخ في اكتوبر. نعم. 2016، واللي صدر عنه توصيات كانت غايه في الاهميه وكانت بمثابه خارطه الطريق. نعم. للشباب المصري. نعم. شفنا بعديها مجموعه مؤتمرات الشباب اللي وصلت الى 8 مؤتمرات على مدار الاربع سنوات من 2016 ل 2020. شفنا ثلاث نسخ من مؤتمر شباب، مؤتمر شباب العالم اللي بيشارك فيه. أيوة. كل الشباب من مختلف انحاء العالم. ده بعد ما تطور بقى مؤتمر الشباب المصري والافريقي. والافريقي طبعا اللي كان في اسوان العربي الافريقي. نعم. واصبح كمان مؤتمر الشباب مش بس قصر على الشباب المصري، كان كمان بدانا ان احنا نفتح حالات حوار مع الشباب العالمي، وشفنا كتير من القضايا الاقليميه الشائكه، وشفنا كتير من القضايا الافريقيه واللي اتكللت بان مصر كانت رئيس الاتحاد الافريقي في 2019، كان من رئيس السيسي بتولى رئاسة الاتحاد الافريقي. وشفنا ان احنا كملف الشباب من توصيات 2016 اللي تشكلت لجنه العفو الرئاسي اللي كانت دايما المطالب بان الشباب اللي فين الصوره يا شباب، فين مؤتمرات الشباب على الشاشه، فين الصوره. وان شفنا كمان فكره الهيئه الوطنيه لتدريب الشباب طبعا، وشفنا افادت البرنامج بالفعل الرئاسي. افادت بالفعل باشمهندس احمد، افادت بالفعل. طبعا احنا خلينا نتكلم النهارده ان احنا كنا دايما كشباب مش عارفين نبدا منين، بنقول دايما احنا عايزين نتمكن. طب احنا نبدا منين، نتدرب على ايه؟ فكره الممارسه العمليه دي اهم حاجه ما كانتش متوفره لنا. النهارده احنا عندنا موجود البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب اللي هو البي ال بي، طلع ثلاث دفعات من الخريجين، وفي النهارده دفعه رابعه للناس اللي شغالين في جهاز اداره الدوله. بنتكلم عن فكره ان الاحزاب السياسيه النهارده بنشوف فيها شباب في اماكن قياديه، شفنا تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين في كم هذا الشباب من الاحزاب، شفنا الهيئه الوطنيه للتدريب والتاهيل بتطلع، شفنا اكبر حركه نواب محافظين ومحافظين بيتمكن فيها الشباب. الشباب صحيح. ونواب وزراء. النهارده هنتكلم طبعا الشباب والشابات. صحيح. والفتيات طبعا يعني. لا طبعا. المرأة بقى بشكل عام ده ملف تعرف انا لازم ادافع عنهم طبعا. طبعا لا طبعا. ولا والرئيس كمان يعني فيه اهتمام خاص جدا بملف المرأة مع ملف الشباب. وانا عارفة ان انتم منافسين في الجزئية دي، انما معلش. لا خالص. احنا بنشوف دايما يعني بنشوف اداء سيدات الوزيرات طبعا في الحكومة، بنتكلم عن تقريبا تلك الحكومة من الوزيرات، وبنشوف اداء زملائنا من الشباب كنواب محافظين وكنواب وزراء، بنفتخر وبنقول ان هذه التجارب لما بتنجح فهو نجاح لينا ونجاح للجيل بتاعنا، وبنقول نجاح للفكره، لان كان قبل كده دايما الكل يقول لك ان الشباب محتاج ياخد خبره، مش ما يتمكنش دلوقتي لازم يثقل مهارات. لا، النهارده احنا شفنا لما اتاحت الفرصه، ولما اتاحت الفرصه للشباب، لان احنا مش بنقول اي شباب، احنا عايزين الشباب المؤهل، الشباب اللي بيبقى فعلا عنده التجربه العمليه والممارسه وعنده استعداد يتحمل المسؤوليه، لان الموضوع مسؤوليه كبيره، مسؤوليه كبيره. بنقول يعني 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 مؤتمرات الشباب اضافت للشباب باشمهندس احمد، فدي من ايقونات العمل السياسي والعمل الشبابي في مصر، واعتقد ان احنا
النهارده قدرنا نوصل لنتائج فوق الممتازه على مدار 4 سنين، واي انجاز حصل في مصر في ملف الشباب في 4 سنين اللي فاتوا هترجع تلاقيه ان هو كان توصيه من توصيات مؤتمرات الشباب، وكان نتيجه للجهد اللي بذل فيها ورش العمل اللي كانت موجوده، ونتيجه كمان لجهد كل مؤسسات الدوله اللي الرئيس فعلا النهارده بدا يضخ فيها دماء جديده. واعتقد ان احنا هنجني ثمار كمان هذه الانجازات وهذا الامر في ملف الشباب خلال السنوات القادمه، بنتكلم عن العدد الكبير من القيادات اللي بقى موجود. واعتقد كمان ان احنا لما هتتعمل الانتخابات المحليات اللي جايه بالكوتا بتاع الشباب 25%، هيبان ان احنا عندنا هيبان بقى انه تم تجهيز الشباب بالفعل علشان يتولوا المسؤوليات في المحليات. انا شخصيا نفسي كده اقول ان لازم كمان بقى ان كل الناس او الهيئات السياسيه والتنفيذيه تستغل الفرصه اللي الرئيس السيسي منحها للشباب، وهم كمان يدوا الفرصه للشباب، ادي فرصه داخل الحزب السياسي، ادي الفرصه داخل المؤسسه بتاعتك، عشان النهارده لما يجي الرئيس يبقى عايز يلاقي الصف الثاني والصف الثالث. لكن دايما ازمه في مصر فكره ان الصف الاول موجود وفي مسافه كبيره ما بينه وبين الصف الاخر، فانا بقول ان احنا كمؤسسات لازم ندي فرصه للشباب، لازم ناهلهم، لازم ندربهم في وقت ما تتاح الفرصه، ندفع للشباب في الصفوف الاولى، والشباب اثبت جداره كبيره، ومفيش اكتر من ان الرئيس السيسي وضع ثقته بالشباب، والتجربه اتكررت بعد كده في حركه المحافظين مره ثانيه، وشفنا الشباب المحافظين النواب المحافظين اللي كانوا موجودين في الحركه الاولى بقوا محافظين في الحركه الثانيه واستمروا في مناصبهم، فده بقول ان هو نجاح. واعتقد كلنا لازم ندعم هذه الفكره، كلنا بنشكر الرئيس السيسي على الجهد العظيم وعلى الثقه الكبيره اللي حطها في ملف الشباب، وبقول ان هو فعلا يعني حقق ده بالافعال اللي جاي احسن ان شاء الله للشباب كمان. باشمهندس احمد صبري بشكرك شكرا جزيلا، خليني اخد راي وزاويه اخرى من الاستاذ احمد.